ضيوف قد جاءوا فبدوا كالنهر المنساوي جاءوا للحفل على شوق فاجزهم الجنة يا باري فاجزهم الجنة يا باري أسعد يا ربي والدتي كم سهرات من أجل ليالي ومعلمة كانت فينا تسمو بعظيم الأفعال تسمو بعظيم الأفعال. السلام عليكم خوتي خواتاتي، كنتمنى تكونوا بألف خير إن شاء الله. كي دايرين مع الصيام؟ الله يتقبل منا جميعا والله يرفع علينا هذا الوباء إن شاء الله. حبيبي كيف كتشوفوا عندنا السكوم اللي هو لاسبيرج، اليوم غادي ندير شوربة ديال لاسبيرج، لأن كاين بزاف البنات اللي ما كيقدوش ياكلوا لاسبيرج يعني السكوم مع البيض، لأنه مع البيض كيكون مجهد بزاف. وانا كنحاول اعطيتكم الغراتان ودابا غادي نعطيكم الشوربه ديالو، كتجي ممتازه وغزاله. كيف كتشوفوا عندنا السكوم، كتاخذوا الخضر اللي بغيتو نتوما، كاين معاه المعدنوس، وعندي هنايا بطاطا اللي هي البطاطس، هنا عندي الابزار الابيض يعني ماشي الفلفل الاسود ولكن الفلفل الابيض، هنا عندي البودره ديال الثومه، تقدروا تستعملوا الثومه خضراء وسي انا ما كانتش عندي، وهنا زريعه ديال القزبر والملح البنات على حسب الذوق كل واحد وكيدير القياس اللي كيبغي. صافي البنات دابا غادي نقطع السكوم، غادي نقطع المعدنوس، وغادي نقطع البطاطس، وغادي ندير حتى البصله. هانتوما البنات البصله تكون متوسطه يعني ما كبيره ما صغيره. غادي ناخذ السكوم غادي نقطعوه دائما كيف ما قلت لكم المره السابقه، دائما كنحاولوا الا كان هذاك التالي ديالو قاصح كنديروه هو الاول يطيب، عاد كنديروا داك الراس في الاخير، ولكن الا شفتوه كان فتي هذا اللي عندي انايا فتي غادي نحاول انني نديرو كله، يعني ما غنحتاجش ندير التالي ديالو يطيب والاول عاد ولا هكا، لا غادي ندير كل شيء في خطره واحده غادي يطيب. كتشوفوا البنات كنقيوه عادي بحال كيف كنقيو بطاطا، غير انا كيعجبني نخلي داك الراس اللي الفوق كيف كتشوفوا، انا غادي نقيه وغادي نخلي داك الراس، ما كنبغيش نحيدو كنخليه لانه حتى هو فتي بزاف دوك الرويسات بلا ما نبقاو نرميهم. انتما كي كتشوفوا البنات راه فتي ما محتاجش انني عاد ندير النص يطيب والنص لا، صافي غادي نستمر معاه هكذا. غادي نقيه كامل وغادي نقي لك البطاطا والمعدنوس والبصله وغادي نقطعهم، قطعهم ماشي ضروري شي تقطع ولكن عشوائي لانه في الاخر غادي نطحنوا كل شيء. صدقوني البنات كتجي واحد الشوربه غزاله غزاله غزاله، ومع انها صحيه واللي ما بغاش يخليها يعني غير هكذاك في التالي ملي نطحنوها البنات تقدروا انكم تدوروها اما بالمحمصه او الشعريه او اي حاجه بغيتو تزيدوها تضيفوها ليها تقدروا. انتما البنات هادو غادي نديرهم معاهم. صافي البنات دابا غادي ندير الا زيت الزيتون، ما غاديش ندير كاع الزيت الاخرى يعني زيت الزيتون فقط، وغندير عليها البصله مقطعه. غادي نخليها البنات تشحر غير شويه ماشي بزاف لان فيها زيت الزيتون، وغادي ندير عليها السكوم حتى هو نخليه غير يتشحر غير شويه بحال اللي كطلع معاه السخونيه شويه وصافي. صافي وغنضيف عليه البطاطيس ديالي، غندير البطاطا وغنزيد عليه المعدنوس.
كندير الملح وهنا كندير الثومه بودرة وهنا عندي الابزار الابيض اللي هو الفلفل الابيض وهنا عندي زريعة القزبر يعني بذور القزبر يمكن باللغة العربية ولا عند المصريين يمكن هكذا صافي البنات دابا غادي نخلط باش تخلط لي ديك التوابل وفي نفس الوقت راه كيتشحر باش كطلع معاه ديك السخونيه ودابا غادي ندير الماء الى حتى نغطي كل شيء بالماء راكو عارفين الشوربه كتبغي الماء صافي البنات دابا غادي نغطي عليه وغادي نخليه يطيب حتى يطيب مزيان وعاد نطحنها معكم الوقت اللي غادي يطيب لنا فيه الشوربه البنات غادي نوجدوا فيه الخبز اللي كيتمشى مع جميع الشوربات يعني اي شوربه درتيها تقدري تستعملي معها هذا الخبز هذا الخبز اللي كيبقى لنا كيكون برد بزاف البنات اللي كيقول لك ولادي ما كيبغوش يوليو ياكلوه ولا كتجي ثقيله باش واحد اخر يولي ياكلو هاد الطريقه هذه كتخليك انك تاكليه يعني وهو محبوب 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 لانك كيجي روعه وغزال شحال ما درتي الكميه راه ما كتبقاش هانتوما كيف كتشوفوا البنات كتاخدي الخبز كتغطيه على شكل مربعات اي نوع ديال الخبز المدور او طويل او اي نوع ديال الخبز تقدري تقطعيه هكذايا مدور عفوا مربع انا غادي نولي ندير واحد اخر عاوتاني ودغيا كيوجد وصحي وغزال هانتوما غادي تعرفوا ملي غتشوفوه غتعرفوا علاش كنهضر هانتوما البنات شتو الطرفات مربعين صافي دابا غادي نكمل هاد الكميه هادي كامله ونرجع معكم البنات صافي البنات قطعت هاديك الخبز اللي كانت عندي كلها غادي نديرها في هاد الاناء غادي نضيف عليها الثوم بودره يعني الثوم مجفف تقريبا كدير واحد المعلقه صغيره على حسب الخبز شحال درتو هي كل ما جات فيها الثومه كل ما كتكون زوينه وغادي ندير فيها الفلفل الاسود ما غاديش ندير الفلفل الابيض ولكن غندير الفلفل الاسود حتى هو تقريبا معلقه صغيره وهنا عندي الاعشاب المنسمه تقدروا البنات الا ما كانش عندكم هذه تقدروا انكم ديروا الزعتر او اي نوع ديال شي عشبه اللي كتعجبكم النكهه ديالها تقدروا تستعملوها وغادي دير له زيت الزيتون البنات اللي كيبغيو الملحه انا ما كيعجبنيش المذاق ديال الملحه كنكتفي بالملحه اللي في الخبز البنات اللي كيبغيو الملحه تقدري ديري واحد الرشيشه خفيفه ديال الملحه ولكن انا ما كنديرش الملحه كنكتفي بديك الملحه اللي في الخبز فقط صافي البنات غادي تخلطوه مزيان هكا باش كتخلط ديك الاعشاب وداك الفلفل الاسود هانتوما شفتوا وداك الزيت عطي واحد الريحه كتكون طالعه منه غزاله البنات ملي كديروه في الفران كيطلق واحد الريحه روعه
صافي دابا خلطته هكذا كامل مزيان. غادي نجيب صحن ديال الفرن وغادي نديرو فيه وغادي نسرحو مزيان وندخلو يتكرمل البنات حتى يولي مقرمش. عرفتي شنو هي مقرمش؟ خصو يتحمر. الحكمة في هذا الخبز خصو يكون محمر مقرمش. صافي البنات نكملوا مع الشوربه ديالنا وفي الاخر نشوفوا الخبز والشوربه ان شاء الله. صافي البنات الشوربه ديالنا طابت وجدات، هانتوما كتشوفوا كل شيء فيها طاب والريحه ديالها طالعه غزاله، لان فيها غير المعدنوس وديك الريحه ديال السكوم كتواتى مع المعدنوس. صافي دابا غنطحنوها. صافي البنات ها هي دي الشوربه ديالنا وجدات كيف كتشوفوها. كنزينها دائما انا بالمعدنوس وغادي ندير الخبز اللي صوبت معاكم قبيله، الريحه منه طالعه غزاله ديال هذوك الاعشاب المنسمه، كيجي غزال مع زيت الزيتون. زعما بصراحه البنات جربوا هذاك الخبز كيتمشى مع اي شوربه، يعني كيجي غزال وممتاز. كنتمنى حبيبي تعجبكم الوصفه ديال هذا النهار وتجربوها وتردوا عليا في التعاليق. كنشكركم بزاف على حسن المتابعه ديالكم، كنشكركم على الوفاء ديالكم وعلى كلامكم الجميل اللي كتخليو لي في التعاليق ديالكم، وشكرا لكم حبيبي بزاف وبصحه فطوركم والسلام عليكم.